في واحدة من أكبر قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة انطلقت فعاليات ملتقى المبدعين الدولي 13 للفن التشكيلي. يشارك في الملتقى 120 فنان تشكيلي، منهم 80 موهبة يعرضون إبداعهم للمرة الأولى ويستحقون الثناء والدعم والتشجيع، ذلك بالإضافة إلى مجموعة من كبار الفنانين التشكيليين في مصر والوطن العربي. الدورة 13 للملتقى كانت عبارة عن مسابقة تقدم ليها 1200 فنان. ال 1200 فنان استقرينا على عدد الأعمال الفنية اللي هنعرضها، فاستقرينا على 120 عمل ب 120 فنان. طبعا حرصنا على ان يبقى في تنوع في الفئات العمرية وفي المدارس الفنية المختلفة، وكمان في الخامات والأساليب والمدارس الفنية المختلفة. حرصنا ان احنا ندخل مجموعة جديدة اول مرة تعرض، وهم بالفعل كانوا اكتر من 80% من الشباب. دي كانت اول مرة تاخد فرصة معنا في الملتقى. كمان حرصنا ان يكون من ضمن الاختيارات المحافظات بالكامل، المحافظات المصرية بالكامل وبعض الدول العربية، لان كل فنان بيجي يشارك بيجي بالبيئة الخاصة بيه، بالتأثر الحياة اللي هو عاش فيها، فبالتالي بينقل لينا في المعرض أفكار مختلفة، بينقل لينا في المعرض خامات من البيئة اللي هو عاش فيها وتربى فيها، فبالتالي ده بدي ثراء كبير جدا جدا للملتقى. بحب الرسم من وانا عندي 3 سنين، اللي اكتشف فيه الموهبة أهلي في البيت، ويحاولوا ان ينموا معايا الموهبة خلال سنين الدراسة لحد ما كبرت وابتديت ان انا اطور مع نفسي. ابتديت اشوف فيديوهات، ابتديت ان انا اقلد ارسم من خيالي، اشوف مناظر تعجبني ارسمها وهكذا. النهارده مشاركه في معرض ملتقى المبدعين الدولي لدورته 13 تحت اشراف دكتور عبد الناصر السعداني، مشاركه برسم على القماش. جيت سلمت العمل، تشك ان هو طباعه، فطلبوا ان انا اعيد تدويره او اعيد رسم نفس المنظر على لوحه، فقالوا لي خلال يوم ان انت تسلمي لنا اللوحه. رسمتها نفس المنظر وجيت سلمتها، شاف دكتور عبد الناصر الرسمه على القماش قال لي لا دي مش طباعه، دي واضح ان هي رسمه، بس احنا هنحاول نعرض الاثنين بس. وعرض الاثنين، وفكره الرسم على القماش مش بس كمنظر، لا هي اعاده تدوير، يعني مثلا الجاكيت فيه مثلا في بقعه، في صاله، في مكان اي حاجه مش هتتلبس، لا انا ممكن اداريها برسمه وهنعيد تدويرها تاني وهتتلبس وهكذا. دي اول مره ليا في المعرض وان شاء الله مش اخر معرض، وان شاء الله نفسي يبقى ليا معرض الخاص بيا باذن الله يعني. ومبسوطه جدا ان انا في الملتقى النهارده. تتنوع الأعمال والخامات والمدارس الفنية في هذا المعرض الكبير، فهناك الرسم والنحت والتصوير والديكوباج والخزف والأشغال الفنية والجرافيك والديجيتال آرت. بدايتي من ساعة ما دخلت الكلية أنا ما كنتش هاوية خالص، من ساعة ما دخلت الكلية بدأت أدور أكتر، وإن أنا عايزة أطور من نفسي أكتر وأكتر. حبيت أكتر الأبستراكت آرت، وحسيت إن هو الحاجة السهلة أنا أقدر أعبر بيها عن نفسي دلوقتي، فبدأت أشتغل فيه، بدأت أعمل لوح، وشاركت بمعرض بأول لوحة لي أبستراكت آرت أنا عملتها، صب أكريليك، بتبقى عبارة عن أكريليك بيتحط فوق بعضه، وبعد ما بينشف بحط فوقيه طبقة ورنيش زجاجي، هو اللي بيدي الطبقة اللي بتلمع على اللوحة دي. مع ان انا لسه في اعدادي ولسه اول سنه في قلب الكليه، انا حبيت جدا الابستراكت ارت، حسيت ان هو بيعبر عني وبيعبر عن اللي جوايا، وسهل وبسيط واي حد يقدر عادي ان هو يشتغل فيه طالما فهم التكنيك بتاعه. بس رغم كده طبعا بطور من نفسي اكتر في المدارس الثانيه، المدرسه الواقعيه والكلاسيكيه، وبحاول اكتر ان انا طبعا عشان دي الحاجات الاساس بتاع الفن، اساس الفن التشكيلي، مع برضو نفس الوقت الحاجه اللي انا بحب ان انا اعملها. احنا معانا في المعرض اكاديميين أساتذة كبار مشاركين، بيحرصوا دايما ان هم يقدموا للاشتراك، ده بيدي ثراء كبير جدا جدا للمعرض. كمان بيدي دعم ومساندة للفنانين الشباب اللي مشاركين معانا. كمان معانا اطفال عاملين شغل يعتبر اعجاز بالنسبة لسنهم،
ابتداء من 8 سنوات موجود معانا، وبالتالي افكارهم جميله قوي. معانا افكار ايضا برضو زي الخامات اللي هي يعني تقدر انت تطلع اشكال من الارض، من الرمال، من الزلط، من الحاجات دي، وتقدر تتخيل وتوصل لنا الفكره ان ممكن تطلع من العمل الصغير ده منحوته كبيره، تقدر تطلع منها فكره. ممكن عين الفنان بس هي اللي بتقدر تكتشف الحاجات اللي زي كده، تقدر تنفذ منها جدريات كبيره، تدي مقاييس زي ما انت عايز وتنفذ منها جدريات كبيره. كمان كل الخامات زي الفحم، من اول فحم ورصاص لحد الاحترافيه في الوان الزيت والخامات اللي هي المزايك والمعدن. كمان المجال النحتي، احنا معانا فنانين عظماء جدا زي الفنان الكبير محمد ثابت اللي اعماله ماليه ميادين مصر، فبالتالي بيبقى حريص كمان ان هو بيشارك معانا في الملتقى. فنان حسن شبط، نخبه كبيره من الكبار الفنانين لما يشاركوا جنبا الى جانب مع حد لسه بيعرض لاول مره، ده تعتبر انطلاقه كبيره جدا. بيحصل حوارات جانبيه بالنسبه للفنان الاكاديمي والفنان الهاوي، بيقدر يتغذى بصريا كويس جدا جدا من خلال المعرض، من خلال الحوارات اللي تمت، بيبدا يعمل علاقات جديده وصداقات جديده من خلال المشاركين. فبالتالي المعرض بيكون استفاده قويه جدا 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 للفنان الجديد، بحيث ان هو بالفعل بتبقى تعتبر انطلاقه قويه ليه. وده اللي عهدناه مع الفنانين من بدايه الملتقى 2012. وحضرتك الفكره جات لي من 8 سنين، لقيت حجر شكل كوكب ارض مدور كده، مفيش في اي رطوش كسرات، صورته جاب معايا شكل كوكب الارض او كوكب زحل بالظبط، بس انا ما جبتوش لاني مشارك بالواح ثانيه. وبعد كده ابتدي افندم ادور في الاحجار، فبتلاقي اشكال طبيعيه تبقى الاصل. اصعبهم طبعا الحاجات اللي هي بتبقى شفافه ما بتبانش الا بالاضاءه، لازم اخش بكشاف انور فيها مع العدسه ادور فيها، بجانب ان انا بخش على كشاف تاني مع الرابع على اخر حاجه فيه بحجب الضوء، اقدر اشوف كل حاجه في الزلطه، بجيب منها اشكال جماليه. هوري حضرتك برضه حاجه على الطبيعه منها. وفي حضرتك بقى احجار بقى فيها شكل دم، وفي من خلال الخطوط الطول والعرض، لان انا مثلا وانا صغير حضرتك حابب التاريخ والجغرافيا، وكنت في الصنايعي في مرحله الثانويه كنت حابب الرسم الصناعي، بجيب مساقه المكن وكنت غاوي حاجه زي كده. فالفكره يا فندم استوتني من 8 سنين، اي حاجه بتعجبني بتصورها في كارت صغير، تطبع اكبرها واخش في معرض. دي ثالث معرض اشترك فيه مع الدكتور عبد الناصر. اول معرض اشتركت فيه كان في بلبيس في الساحه، حضروا سياده وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وسياده المحافظ دكتور ممدوح غراب، دي كان في شهر 12 اللي فات. والمعارض الثانيه اشتركت فيها كانت بدايه مثلا، بعد كده دخلت مع الدكتور عبد اللطيف والدكتور عبد الناصر، ده المعرض اللي انا مشترك فيه الثالث. الجدير بالذكر أن ملتقى المبدعين يعطي الفرصة لمجموعة كبيرة من المواهب الحقيقية، حيث تعرض أعمالهم جنباً إلى جانب كبار الفنانين وأساتذة الفنون في الوطن العربي. برسم من وأنا صغيرة، عندي مثلاً 7 سنين. الأول كنت برسم حاجات شخصيات كرتونية، وبعد كده بدأت أخذ كورسز، ودلوقتي بقيت أرسم زيت ورصاص وفحم. اللوحة دي لوحة زيتية استخدمتها مرسومة على كانفاس، قعدت أعملها في حوالي أسبوع، وهي بتعكس المطر على الشارع. أنا فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية، أنا خريجة كوميونيكيشن ديزاين قسم جرافيكس في الولايات المتحدة، بقالي في المجال ده 3 سنين، وداخلة معارض من سنة ونص، دخلت اشتركت في معارض كتير. الدراسة عامة هناك عندهم هم بيعتمدوا على إن أنت قولي بقى دراسة في أمريكا، قولي دراسة مش. في أمريكا. ماشي. انا دراستي في امريكا علمتني حاجات كتير قوي. الفرق بين الدراسه بره وهنا ان هم بيخلوك هاندز اون، يعني انت لازم كل حاجه تحط ايدك فيها وتشتغل بايدك عشان تطلعها صح. فالدراسه هناك ادتني ادج عن بقيه الناس، لان انا اوريدي كنت مجربه كل حاجه، يعني كنت متخرجه، حتى التخرج بتاعي في البورتفوليو بتاعي كل حاجه انا مجرباها ودرساها، وكمان جايبه بيها حاجه اسمها كوبي رايت. يعني مثلا لو احنا احتاجنا نستخدم صوره في بروجكت مثلا، كنا لازم نرسل للفوتوغرافر ده ناخد موافقه منه. ف
فالحاجه كلها بتبقى اوثنتك، حاجه بتاعتنا 100%. انا في الصور بتاعتي انا دايما بصور الصور لايف ستايل او اوت دورز او وات ايفر اللي بصوره، الحاجه بتبقى بتاعتي انا، بعد كده بظبطها على الابلكيشنز بالطريقه بتاعتي. الابلكيشن بستخدمها يا اما فوتوشوب او حاجه اسمها لايت روم متخصصه للصور الفوتوغرافيه، بظبط بقى الريزولوشن والالوان والاضاءه والكونتراست على حسب اللي انا عايزاه عشان اسيب البصمه بتاعتي ان الصوره دي تبقى بتاعتي 100%. انا كمان عمر ابني عنده 8 سنين، هو كمان دلوقتي مفروض فنان تشكيلي برضو، حضر كذا معرض، ابتدى يرسم من ايام كورونا، ما كنا كلنا قاعدين محبوسين في البيت، هو كان بيشوفني دايما برسم وبلون، فالفضول خده ان هو عايز يجرب، فابتدينا اجيب له الاول سكتش والوان وابتدينا ايه نرسم، فهو قال لي لا انا عايز اطور من الرسم، بقينا نحاول نتعلم من على الكورسات اللي على النت، فهو ما شاء الله طور موهبته ودلوقتي بقى بيخش معارض باللوحات بتاعته. تشارك في الملتقى كل محافظات مصر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، يأتون من البيئات المختلفة التي يتأثرون بها وتؤثر على أعمالهم الفنية. بدايتي مع الفن كانت من 6 ابتدائي، كانوا مدرسين الفن هم اللي اكتشفوني في ابتدائي وفي مرحلة إعدادي، وكان أي حد بيكتشف موهبتي بيهتم بيها، فده أثبت لي إن هي حاجة كبيرة جداً. اهتميت أنا بموهبتي وابتديت إن أنا نميها لحد ما وصلت أهو 19 سنة، وده حاجة من نبذة عن أعمالي، ودي أقل حاجة أنا بعملها، يعني مش الطب يعني، في حاجات أحسن كتير وكده، بس هي رسمة جديدة حبيت أشاركها مع المعرض. وأنا رسامة برسم بورتريه، وبحب جداً الفن التشكيلي، وبحب جداً العصور اللي هي الفكتورية، بتبقى حلوة جداً وألوانها دافية وبحسها كده يعني مؤثرة. أنا بستخدم ألوان جواش بتعجبني في الدمج. أنا علاقتي بالرسم بدأت بدري قوي، الموضوع مش أكاديمي، أنا ما درستش الرسم، بس برسم من وأنا صغيرة قوي يعني. كنت بحب أجيب رسومات وأقلدها، أرسم شخصيات كرتون، الحاجات البسيطة دي، لحد بعد الثانوي أنا ابتديت أهتم أكتر وأخدت كورس رصاص وتعلمت الأساسيات، وبعد كده بعد الجامعة ابتديت أعمل موضوع اللوحات بس لحد دلوقتي ما اشتغلتش في معارض كتير، بس يعني ابتديت أهتم أكتر بالموضوع. يتميز ملتقى المبدعون الدولي للفن التشكيلي بمشاركة عربية واسعة من الفنانين العرب المقيمين في مصر من اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان. في عراقيين، في يمنيين، في سوريين، في فلسطينيين، ان الجنسيات اللي هي مقيمه في مصر، فبالتالي ان احنا يبقوا متجانسين مع الفنانين المصريين، ان الفن هو بيعبر عن الحاله النفسيه، فبالتالي بيقدر يتاثر بالاعمال الفنيه للفنانين الكبار الفنانين في مصر، وفي نفس الوقت احنا بنتاثر باعمالهم زي تبادل ثقافي. تاني حاجة، احنا تلقين العنان للفنان من خلال حرية الإبداع، ان هو يختار اي مقاس هو حابب يشتغل عليه، اي خامة. كمان نوعنا المعرض بحيث ان كل ركن اسلوب معين وخامة معينة وتونات لونية مختلفة، بحيث ان احنا عندنا مثلا ولو يكن اعادة تدوير ركن كامل لإعادة التدوير، ديكوبياج وخامات مركبة كتير، دي بتدي خصوصاً للمرأة حرية إن هي تقدر تشتغل على حاجات قديمة عندها كانت خلاص مهملة، تقدر إن هي تعيد صياغتها بفكرة جديدة، بأسلوب جديد، بألوان جديدة، بحيث إن هو يبقى في النهاية منتج فني جميل جدا، تقدر هي كست مصرية ان هي تستفيد بيه وتفيد الأسرة من خلال وتزود دخلها.